أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم جديد السوق. حلقتنا اليوم مع شركة مرسيدس بنز الألمانية، وسيارتنا لهذا اليوم هي SLK الجديدة بالكامل. أبدع المصممون في تصميم سيارة الفئة SLK الجديدة لتؤكد الأبعاد الكلاسيكية للرودستر ولتبرزها من أجل متعة أوفر، حيث غطاء المحرك الطويل وكابينة الركاب التي تأتي بعيدة نحو الخلف. خلفية السيارة تحتوي على جناح مدمج من ضوء خلفي مستعرض وعمودين منحنيين خلف المقعد بكسوة بلاستيكية ثنائية الدرجة في انسجام رائع مع التصميم، وتأتي مطلية بأكسيد الألمنيوم كتجهيز اختياري. لأول مرة تأتي الأضواء الخلفية بخطوطها الأفقية المميزة بتقنية LED، وتمتد حوافها العليا حتى الأطراف في تناسق جذاب، هذا بالإضافة إلى أنبوبي عادم بفتحات على شكل شبه منحرف تعزز المظهر الرياضي وملامح القوة للسيارة. تأتي سيارة الفئة SLK الجديدة بمقصورة لا مثيل لها بأفضل الأبعاد في فئتها، وللوصول لذلك التصميم قام المصممون بتطوير الوظائف الداخلية التي تعزز مفهوم المناخ الرائع للسائق والركاب. وتتميز المقصورة بتصميم مريح وتحسينات رياضية وفرش بمواد عالية الجودة تمت معالجتها على نحو عال من الدقة والحرفية. وحتى في الموديل الأساسي فإن الكونسول الوسطي وأجزاء الديكور الأخرى تتلألأ بالألمنيوم المصقول، كما أنه يمكن اختيار خشب الجوز اللامع باللون البني الداكن أو خشب الدردار الأسود اللامع. ويأتي نظام الإضاءة المحيطية كتجهيز إضافي لأول مرة داخل سيارة SLK، وتتكون تلك الإضاءة من ألياف ضوئية ونقاط إضاءة بلون أحمر ليعزز إحساس المتعة في السيارة ويؤكد قوتها الرياضية في ألواح الأبواب وحول مقابض الأبواب الداخلية وعلى جانبي الكونسول الأوسط، ويتم تنشيط هذا النظام عند فتح الأبواب، هذا بالإضافة إلى أجزاء المقصورة الأخرى ذات الجودة العالية مثل عجلة القيادة ذات الوظائف المتعددة بجزء سفلي مسطح وحواف مكسوة بالجلد السميك مع خيار جلد عاكس لحرارة الشمس والذي يقلل بشكل ملحوظ من ارتفاع درجة حرارة السطح الذي يغطيه، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطية الساحرة والتي تأتي لأول مرة باللون الأحمر ونظام التدفئة المبتكر Air Scarf وذلك في مستوى الرقبة والذي ظهر في الموديل السابق. ولأول مرة تقدم مرسيدس بنز ثلاثة خيارات مختلفة من سقف فاريو ذي التكوين الخفيف في سيارة الفئة SLK الجديدة، فبلمسة زر تتحول سيارة الرودستر إلى كوبي في لحظة من الثانية والعكس صحيح. وأهمهم وهو الأول من نوعه في العالم هو سقف فاريو البانورامي بميزة ماجيك سكاي كنترول، فيمكن تبديل السقف بين تفتيح الإضاءة أو التعتيم بلمسة زر، وعند تفعيل الخيار الفاتح سيكون السقف شفافاً مما يمنحك إحساس القيادة في الهواء الطلق حتى في حالة الطقس البارد. أما في حالة تفعيل الخيار المعتم فيوفر لك السقف ظلاً مريحاً ويمنع المقصورة من السخونة عندما تكون أشعة الشمس مكثفة جداً، وبمعنى آخر هو إطفاء جو ممتع بلمسة زر أخرى. تتميز محركات سيارة الفئة SLK باقتصادها في استهلاك الوقود وقدرة إسمية مشابهة أو أعلى من الموديل السابق، بالإضافة إلى التصميم الرياضي الذي يداعب الحواس. وينتج المحرك ذو الستة اسطوانات في سيارة بلو إفيشنسي SLK 350 قدرة تصل إلى 225 كيلو واط، أي 306 أحصنة بسعة قدرها 3500 cc. ويستخدم هذه الطاقة للتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.6 ثواني من الثانية، ولتصل السرعة القصوى إلى 250 كيلومترا في الساعة. وإلى تجربة القيادة، تم إدخال العديد من التحسينات على هيكل SLK الجديد مع غطاء المحرك والرفارف المصنوعة من الألمنيوم، وترسم سيارة مرسيدس بنز الفئة SLK الجديدة معايير جديدة للسلامة. فالجيل الثالث من هذه السيارة القوية سوف يستخدم أحدث أنظمة المساعدة لدعم السائق،
ومن ضمن هذه الأنظمة نظام Attention Assistant، وذلك لكشف نعاس السائق والذي تم تطويره من قبل مرسيدس بنز وتم وضعه في التجهيز الأساسي لجميع سياراتها. ومن التجهيزات الإضافية في سيارات الفئة SLK الجديدة هناك نظام الفرامل الاستباقية Pre-Safe، وهو الفريد والأول من نوعه في العالم، والذي يفرمل الإطارات بشكل منفصل عند قرب حدوث تصادم من الخلف. وهذا يعني أن مرسيدس بنز في سيارة الفئة SLK الجديدة تسعى باستمرار وبدقة في موافاة جميع المتطلبات التي تستدعيها معايير السلام. نصل الآن لمرحلة التقييم النهائي لهذه السيارة على جميع الأقسام الأربعة السابقة، وهي كالتالي: نبدأ من تصميم السيارة وشكلها الخارجي، فقد حصلت معنا هنا على 4 نقاط من أصل 5 على المسنن. أما بالنسبة للراحة والمقصورة الداخلية، فقد حصلت معنا على 3.5 نقاط. أداء السيارة على الطرقات حصل معنا على 4 نقاط. وأخيراً بالنسبة للراحة ومتعة القيادة فقد حصلت معنا على 4 نقاط. وبذلك فإن تقييمنا النهائي لسيارة SLK الجديدة يكون 4 نقاط من أصل 5 على المسنن. أما الآن فنترككم مع قائمة لأهم المواصفات لسيارة مرسيدس SLK الجديدة. ومع هذا التقييم نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم جديد السوق. مع السلامة.